فيتوريا بيفكر او بيجهز او بيدرس التبديل في 4 مراكز. يمكن هو اللي كان عليهم كلام اكتر شويه في اول ماتش، فهي دي المعلومه اللي ممكن نتكلم فيها. المركز الاول كان مشاركه احمد فتوح، كان بيدرس ان مشاركه احمد فتوح على حساب محمد حمدي في الظهير الايسر، كمان الظهير الايمن محمد هاني في اخر الماتش استعان بعمر كمال عبد الواحد، ففي تفكير بالاستعانه بيه. مركز الجناح عمر مرموش ان هو يدخل او يبدا لقاء غانا مكان محمود تريزيجيه، ومركز ستة في وسط الملعب مكان محمد النني. الممكن ان احنا نرحل محمد النني مركز قدام يلعب 8، وستة يبدا مروان عطيه لاعب النادي الاهلي عشان يدي عمق اكتر في التشكيله قدام منتخب غانا. هم دول الـ4 مراكز اللي فيتوريا بيفكر يغيرهم في التشكيله. هل في كواليس تعرفها اكتر من كده عن تفكير فيتوريا تغيير اكتر في اللقاء اللي جاي؟ بص، هم الـ4 مراكز دول فيهم كلام كتير. متهيألي فيتوريا اي حد قريب من المعسكر هياخد باله ان الدور اللي بيقوم بيه فيتوريا دلوقتي ونجوم المنتخب مخضرمين ومنهم محمد صلاح طبعا على راسهم، يعني الشكل هناك دلوقتي ان الوقت ما عداش، البدايه مش محبطه للدرجه دي، ان المنتخبات اكيد هيتكلم عن ان المنتخبات بتتعادل، المنتخبات الكبيره لسه شايفين الجزائر امبارح مع انجولا تعادلت، منتخب نيجيريا ما بدأش بمكسب، فالمنتخبات مش كلها بتكسب يعني عادي، الموضوع بيجي واحدة واحدة. أكيد اتكلم معاهم في كده وإن احنا نقفل على نفسنا فكرة تحويل الفرص لأهداف، إن ماتش غانا ما يستحملش كده. وأكيد روي فيتوريا اتفرج على منتخب غانا اللي عنده مشاكل دفاعية قوية جدا ظهرت قدام هو الرأس ده اللي الأخضر كنت عاوز أسأل حضرتك وظهرت. فيه، خط الدفاع انت شايفه ازاي؟ وهل احمد حجازي مكمل معانا ولا هيتم تغيير؟ اكيد في تفكير ان احنا ان هو يدفع بياسر ابراهيم مثلا جنب محمد عبد المنعم عشان الهارموني او التناسق التجانس اللي ما بينهم، او يدفع بعلي جابر مثلا لو حجازي مش فت. بس كمان خلينا بقى نقول للجمهور اكتر ان في ثقه تامه في احمد حجازي داخل معسكر المنتخب وفي الجماهير وعنده رصيد عندنا. فلو هو ما كانش الماتش الاولاني كان في نجوم كتير غير موفقين، فاكيد الجهاز الفني بقياده روي فيتوريا فاهم ان احنا ما ينفعش نحكم على لعيبه كتير قوي من اول ماتش، لان لو كده هنحكم على كل المنتخبات الكبيره في البطوله ان هي مش احسن حاجه. فبيبقى اول ماتش ده عادي، احنا دايما بنشتغل بشكل تصاعدي مع منتخب مصر، فدايما بتبقى اول ماتش ده مش احسن شكل لينا في البطوله، احنا جايين بعدين.